بعد الفاصل خلينا وقفنا عند نقطة مهمة، وهي منتخب السيدات لما كان في سوريا 95 مع كابتن إيمان البدراوي. كابتن إيمان، كابتن محمد كان فين في الوقت ده؟ لا، كنا في الإمارات ساعتها، كان في التدريب في نادي الوحدة الإماراتي، وأنا كنت بروح وباجي. هي البطولة دي كانت مع النادي، لأن أنا كنت اعتزلت المنتخب بعد الجواز عشان ما قدرتش أوفق بين الاثنين بصراحة، بس كملت مع النادي. فالبطولة دي كانت بطولة العربية للنادي الأهلي الأندية، كنا فيها في سوريا ساعتها، وكان معايا كريم ابني اللي هو كان بقى ساعتها 7 سنين. وبطلت بقى بعد احمد، كان طفلين بقى ودراسه والموضوع صعب، بدا يصعب شويه بقى طبعا، وسفر يعني لسه هحكي لك، معاكي اربعه في البيت نجوم باسكت يعني، وانت كمان نجمة. انا في الملعب بقى بسفر. كابتن محمد، اكيد في محطه في حياتك من المدربين وهي محطه مهمه، ايه اهم محطه في حياتك في حياه كابتن محمد سيد؟ لا هو بس انا عايز اضيف حاجه بسيطه قبل ما نروح بالنسبه لاحمد وكريم. كريم الحمد لله دلوقتي هو من احسن حكام بالنسبه لثلاثه على ثلاثه، ومن الحكام اللي ترشح من الاتحاد الافريقي في اي بطوله افريقيه، يعني الحمد لله، بخلاف ان دكتور في الاكاديميه البحريه. يعني عندنا نجوم لعبه، وعندنا هو ما قدرش يسيب الباسكت، وعندنا محكمين ما قدرش يسيب الباسكت. تمام، لا دي حاجه كويسه جدا. بالنسبه لاحمد، احمد اعتقد واخد حاجات كثيره جدا مني، لعب وطريقه فيه كتير جدا، يعني هو كل حد من زملائي في الملعب حتى لو بتتفرج على تمرين درجه اولى كده يقول نفس الحركات ونفس السيستم ونفس طريقه الشوط ونفس لم الكوره ونفس كل حاجه. فهو احمد خد مني حاجات كتيره جدا، وخدها عن طريق الشرايط قبل ما يشوفني، يعني هو بدا يتفرج ويشوف الشرايط وكده بتاعتنا طبعا. فهو احمد انا ان شاء الله متوقع له انه هيفوق والده ووالدته، يعني بابا مصاب، خلي بالك، بس ان شاء الله، بس بعد ما يرجع من الاصابه ويشتغل على نفسه شويه ويشتغل بجد على نفسه، لان الباسكت دلوقتي بقى وظيفه، ما بقاش هوايه، اكيد بقى وظيفه وكده. فاعتقد لو اشتغل هيبقى، اما المدربين اللي لهم يعني نقطه في اكتر من مدرب، كابتن فؤاد ابو خير الله يرحمه كان مدرب منتخب مصر لفتره طويله جدا، كابتن طلعت جنيدي. بالنسبه للنادي القاهره الكابتن العبائي، كابتن محمود احمد علي رئيس اللجنه الاولمبيه كان مدرب النادي الاهلي هنا، وقعد لفتره طويله في سواء في المنتخب الاهلي. ففي دول من الناس اللي لهم علامات ظاهره بالنسبه لي انا، او ارتبطت بيهم يعني دلوقتي. يعني عايز اقول لك ايه، بابا بيظبط، بس انا عايز اكلمك بصراحه شديده. وجود كابتن طارق الغنام في الفرقه كان محور كبير موجود، اعتزال طارق الغنام الفرقه ايه اللي حصل فيها؟ يحصل فيها ايه؟ هو طبعا انا من اول ما لعبت باسكت، يعني انا عندي 8 سنين، طارق الغنام كابتن طارق الغنام طبعا بيلعب في الدرجه الاولى في النادي الاهلي. كل ما اخش اتفرج على ماتش او تمرين من الدرجه الاولى واحنا صغيرين كابتن طارق الغنام موجود. انا يعني جاليش الحظ، يعني انا لعبت مع كابتن طارق الغنام سنه او سنتين، بعد كده كابتن طارق راح الجزيره ورجع تاني على النادي الاهلي، رجع تاني لبيته. لحقته لعبنا مع بعض، كان ليا الشرف طبعا العب مع كابتن طارق 3 سنين. طبعا كابتن طارق الغنام فعلا حاجه كبيره، يعني هو فعلا اسطوره في النادي الاهلي بصراحه، عمل تاريخ كبير قوي في النادي الاهلي، الجماهير كلها بتحبه، محبوب في الفرقه، اجتماعي جدا لدرجه كبيره. بعدين هو حتى دلوقتي هو ما سابناش، يعني هو دلوقتي اعتزل طبعا والفرقه اكيد هتتاثر بيه، بس هو يعني خلاص، يعني هي دي سنه الحياه، كان قايل وهو تعب. هو الحمد لله برده نهاها بحاجات كويسه كفايه، بطوله افريقيا اول مره تخش في تاريخ النادي، وخد احسن سنتر في افريقيا، دي كانت مهمه جدا بالنسبه له، كان مصمم عليها، هو كان قايلها لنا، يعني هو كان قايلها لنا ان هو عايز يلعب البطوله دي، البطوله دي كانت هتفرق معاه جدا. طبعا هو كان نفسه يخلص عشان ابنه كمان، يعني ابن طارق عبد الرحمن بيلعب تحت دلوقتي في المرتبط، ان هو يشوفه في الحاله اللي هو فيها ويشوفه ان هو ياخد احسن سنتر في افريقيا وكده. هو ما سابناش دلوقتي، هو معانا في الجهاز الجديد مع كابتن اشرف، هو مدير اداري، فهو معانا يعني برضو لسه، يعني طبعا هو بين خبراته طبعا كلها لينا بصراحه، يعني هو بيقول لنا لاعب 22 سنه في الدرجه الاولى، يعني لاعب 22 سنه ورا بعض في الدرجه الاولى، فده رقم كبير جدا.
هو اعتزل وعنده 40 سنه، فهو قعد 22 يعني مر ب 22 موسم. هو ما كان بيبقى فيه وقت للخساره، هو كان بيتكلم الكلام اللي هو يقول لك انا شفت كده كتير. يتكلم هو في الاجتماع، انا تعرضت للموقف كتير. يقول لك انا لاعب. المؤثر بينك وبين كابتن طارق الغنام في الملعب؟ الموقف المؤثر ان هو فعلا ما عندوش مشكله خالص، زي ممكن تبقى لعيبه كبيره، ان هو اما اللعيبه الصغيره تطلع بيكون في حته لما مدرب يبتدي يدي اللعيبه الصغيره وكده، ما عندوش الحته اللي هو ممكن يغير على مكانه قوي او كده، لا بيكون على طول يعني في تحميس للناس الصغيرين، ما عندوش اي مشكله. يعني هو دايما كان سيف مثلا سامي بيلعب بوزيشن بتاعه، كان دايما يقول له انا عايزك، انا مش عايز العب، انا عايزك تفضل انت في الملعب، انا عايزك انت احسن واحد، انا عايزك انتوا بفوتات انتوا اللي تشيلوا، انا دلوقتي دوري هيبقى دور 10 دقايق ربع ساعه بخبره. يعني هو بس يعني عنده الحته دي كويسه جدا عن لعيبه كتير قوي، يعني لعيبه كتير قوي حوالينا لعيب عندها الحته، ما لعيب صغير طالع يخاف قوي ويبتدي بقى مشاكل ويبتدي كلام، لا هو كان كابتن طارق الصراحه عنده الحته دي كويسه قوي. احمد، لعبت منتخب مصر قبل ما تلعب في النادي الاهلي الاول؟ الحقيقه دي برضو كانت حاجه، كنا في منتخب 16 سنه، كسبنا بطوله افريقيا 16 سنه في اسكندريه. بعديها حصل بسنه كنت بس ببتدي يعني دوبك بس تمارين، بعد بطوله افريقيا ابتديت اتمرن مع كابتن اشرف، كانت لسه تمارين بسيطه. بعد كده جالي، كان ساعتها كابتن عمرو ابو الخير كان ماسك المنتخب، لعبت اول بطوله ليا مع المنتخب كانت تقريبا في 2012 كان في دبي، بطوله المؤسسات في دبي في 2012. بعد كده اول ما رجعت بعديها السنه اللي بعديها ابتديت العب كل السنه دي مع كابتن اشرف، كنت لسه تحت 17 سنة. فكانت سنة دي كويسة، كانت حاجة محورية في حياتي اللي هي السنة اللي هي بتاعت المنتخب، النقلة اللي هي بتاعت المنتخب دي رجعتني إن أنا في النادي ألعب في النادي من وأنا سن صغير. يعني دي يعني تقريبا أنا دلوقتي 24 سنة، ده تامن موسم ليا ما شاء الله، سابع تامن موسم ليا. فدي حاجة كويسة إن أنت تلعب من وأنت صغير واللي أنت تشيل من وأنت صغير. فالحمد لله انا كمان يعني الحمد لله جات لي الفرصه ان انا اكون مؤثر في الفرقه، يعني مش اول سنه، ممكن ست سنين، يعني ست سنين متواصل كنت من الناس يعني المؤثرين في الفرقه. اكيد اكيد كابتن احمد مؤثر جدا في الفرقه دي حقيقه، بحكم الجماهير وبحكم الفنيين وبحكم خبراء اللعبه، واكيد هو نجم كبير اول ما يرجع من الاصابه ان شاء الله، اضافه قويه جدا داخل النادي الاهلي، وهو عمود من الاعمده الاساسيه في فريق النادي الاهلي لكره السله السنه دي في الموسم الجديد باذن الله. كابتن ايمان، عايز اعرف التعامل في البيت، طلبات كلهم رياضيين، الاكل مطلوب، نظام الترتيب، مين بيضايقك مين مش بيضايقك؟ بالاخر نادين وهي في البيت بتضايقك ولا لا؟ لا خالص، لا خالص، يبقى انت كده لا لا كلهم الحقيقه بفكر، فده مش عارفه بفكر شكلك بتفكر. لا لا هم الحمد لله كلهم ملتزمين، عارفين اولوياتهم، عارفين مواعيد تمارينهم، جدولهم متنظم. فطبعا الحاجات دي، الاكل بمواعيده اللي هو كله، اي نعم كل واحد ممكن ياكل في وقت، بس على حسب، بس على حسب بقى مواعيد تمارينه. يعني احنا يعني انت واقفه في المطبخ؟ لا انا بجهز ساعه بتجهزي ليهم كل حاجه؟ لا هم صغيرين الموضوع كان اسهل كتير اكيد، لان من خلاص انا مجهزه، بعدي اخد من المدرسه على السباحه، على الجمباز، على الباسكت، شغالين في الالعاب كلها، ما بنمشيش من الملعب غير على النوم، من النادي على النوم. يعني دلوقتي بقت المواعيد مختلفه، او كل واحد على حسب مواعيده، فكل واحد جدوله. يعني انا اللي بضحي طبعا، انا كبش الفدا في الاخر طبعا الام يعني، بس بتبقى فخوره ان هي ما بتشوف نجاحهم كل ده بيتنسي. التعب ده والتضحيه ان الواحد بيضحيها، سواء في شغل او في عدم نوم، او في طول النهار في الشارع من التمرين للدرس لكذا لكذا، عشان نوصلهم للمرحله اللي هم عايزينها. بدل هم طالبين ده، انا كنت تحت امرهم بضحي باي حاجه عشان خاطرهم. يعني بصراحه بصراحه شديده ولي الامر اختلف عن زمان. يعني الاب والام، باباكي ومامتك كانوا دايما برضو كده في النادي معاكي على طول؟ لا هم ما كانوش معانا. الدنيا اختلفت شويه؟ لا هو دلوقتي اولياء الامور متدخلين اكتر من زمان بصراحه. يعني احنا بالنسبه لنا عمرنا ما اتكلمنا مع اي مدرب بالنسبه للولاد، مع ان احنا على طول في النادي. بس حتى بنيجي على اولادنا في اي حاجه غلط بيعملوها. يعني يجي متضايق الكابتن عمل، انت اللي غلطان. العكس تماما بنشوف مع اولياء الامور التانيين. يعني دايما عشان نخليهم يبقوا احسن،
مش اللي هو لا ازاي يعمل كده ونروح لا لا دايما. فده بتخليهم دايما ان هم معتمدين على نفسهم في المرحله دي. احنا اولياء امورنا زمان ما كانوش يدخلوا الملعب، بيوصلوني من على الباب والموضوع خلص. انا اعرف كده زمان، انا نفسي شخصيا كده يعني عمر ما ولي امر دخل. انا افتكر كابتن عبد العزيز كان بيكلمهم في التليفون، يكلم بابايا الله يرحمه يقول له انت ما بتجيش تشوفها ليه، بنتك كويسه، يقول له لا يبقى انا البركه فيك بس خلاص الموضوع خلص. يعني فده اللي كان منجح الرياضه بصراحه. نادين بصراحه شديده، ما طلبتيش مره من ماما تيجي تتفرج عليكي؟ لا انا عايزه اقول لك انا بابا اول مره يتفرج عليا وانا تحت قريب من تحت 16 سنه وقال لي يعني؟ انا كنت بسمع صحابي بيقولوا لي ان انت كويسه، فهو انا جيت ماتش لقيت كويس قوي بيقول لي انا ما كنتش اعرف ان انت كويسه كده يعني. هو اصلا اتصدم للدرجه دي؟ ليه ما تخشش ما كانش ليه علاقه. لأن كنت بمرن في الصاله، كنت في بمرن في الدرجه الاولى في الصاله وهي كانت بتلعب في 16 و14 وكده، بس انا ما كنتش متوقع ان نديم ممكن يعني انها تبقى كويسه كده قوي في الباسكت او تركز بطريقه التنزيه، بس بسم الله ما شاء الله ركزت وبقت كويسه وانا فخور بيها جدا جدا. يعني طلعت عكس ما توقعت كليا. أنا في اسرار رهيبه اقولها لك. انا مره افتكر برضو ان الكابتن طه الغنام جالي الصاله، كان احمد عنده بطوله 14 فاينل مع الزمالك، قال لي انت ما بتتفرجش على الماتش ده، ابنك مقطع الزمالك والله يعني. ف يعني بس ماتش الجزيره برضو ماتش الجزيره بطوله الجزيره كانت هنا وهو في الناشئين. الماتش ده انا فاكراه يعني كويس، اللي هو الجزيره مستهترين قوي بيهم ان هم هيغلبوا الاهلي. فتعمل الماتش هنا يعني قبلوا الجزيره انهم يلعبوا الماتش في الصاله. وما شاء الله احمد الماتش ده يمكن حاطط له سكور كبير قوي، يعني جايب يمكن فوق ال 30 بونت في الماتش فوق ده. افتكره يعني الناس كتيره فاكره له الماتش ده يعني كمان. كان نادين سبب البطوله يعني، دي سبب البطوله بتاعته. بصراحه شديده زعلانه هو كانش اتفرج عليكي ولا كان عادي ما كنتش الموضوع بالنسبه لك؟ لا انا كنت عارفه ان هو كان بابا عايز احمد يشيل اسمه، كان طالع شكله وهو صغير وكل حاجه. صراحه واضح الصراحه واضحه. فانا ما كانش عندي اي مشكله خالص، انا مش من النوع ان انا عايزه حد يتفرج عليا عشان العب كويس او حد يكون معايا في كل حاجه عشان ابقى كويسه. انا اصلا معتمده جدا على نفسي وانا صغيره، فاللي هو انا ماما كانت بتبوش جامد معايا. هي كانت بتزقيني جامد يعني، بالعكس اصلا كانت تقعد تقول انت يعني مثلا ممكن ما تجيليش تتفرج على ماتشات، كنت مصعده درجه اولى وانا تحت 18 سنه، وما كان عادي ان هي ممكن ما تجيليش ماتشات ولا بابايا يجيلي، ما كانش عندي اي مشكله خالص. مفيش تضايق لما كنت تلاقي اصحابك واولياء الامور واقفين وبيتفرجوا وبيعملوا؟ لا 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 خالص، ما كانش عندي اي مشكله. انا اصلا كنت بقول لها عادي اللي هو مش عايز تيجي ما فيش مشكله يعني، انا ما براحتكم. يعني ما عنديش اي مشكله كان خالص يعني. انا كنت بسافر اسكندريه كتير، وكنت لسه اول سنه متصعده فيها درجه اولى، كنت بلعب بقى مع عليا وكنت بلعب مع ساره زكريا، بلعب مع جيل اساسا انا كنت بتفرج عليه وانا لسه طفله صغيره. فكنت بلعب مع الجيل ده، وكان بالنسبه لي اصلا حاجه كبيره جدا جدا اللي انا اكون بلعب معاهم، وكنا بسافر معاهم وبلعب كمان اساسي وعادي، ما عنديش مشكله ان لازم مامتي او بابايا يكونوا موجودين يتفرجوا عليا او اي حاجه. هو يمكن احمد هو اللي كان معايا اكتر في ماتشات الجنب ده، الوينج ده غير الوينج ده. يعني كان اتفضل كان قريب مني جدا يعني، واللي هو دايما يجي لي وماتشاتي. كان بيساعدك في الباسكت ويقول لك اعملي كذا واعملي كذا؟ يعني انا مامتي وبابايا ما كانوش بيكلموني يعني. عمر مثلا ما يقول لي انت ليه كنت بتعملي كده في الماتش، او انت ليه كان كده. ممكن بقى يكلمني السلوكيات بابايا او مامتي، يقول لي مثلا لما خرجتي الملعب مثلا ليه كان منظرك مثلا متضايق ان انت خرجتي الملعب. بس كلاعب فنيات مستحيل، الفنيات كانت تيجي اكتر من اخويا، ولغايه دلوقتي لسه الفنيات كلها بتيجي من احمد اخويا. بس احنا عندنا بقى المرحله دي بالعكس، انت اللي بتيجي العكس. دلوقتي ممكن يعني ممكن حاجات في امريكا يعني ممكن تقول لي حاجات معينه لازم تعملها، هي شافت سيستم معين بيحصل مثلا. هي الجامعه هناك عندها فرقه ولاد وبنات، فهي بتشوف الفرقه الولاد مثلا عندهم نظام التمارين عامله ازاي، بتمرنوا ازاي، الجرعات عامله ازاي، تطور من نفسك ازاي لو انت عايز تعمل حاجه معينه. هي كانت دايما تقولي الحاجات دي يعني تاني الحاجات دي يعني السؤال يعني صريح واضح. تطور المستوى الكبير السريع في الفتره الاخيره دي سبب نادين فيه؟ انا نادين اكيد نادين طبعا.
اكيد نادين بصراحه ما تاثرتيش برضو بالمسمى بالاسره بكابتن محمد سيد سليمان ودي بنته وماما كابتن امير البدراوي والقصه دي كلها، تاثرتي بالكلام ده جوه ارض الملعب؟ لا ما كنتش بحط في دماغي، انا دايما بنزل اسمعي تقولي بيلعبوا يعني انا خالص، انا اصلا دايما لو عندي مشاكل الدنيا كلها بخش جوه الملعب يبقى عندي ماتش كل ده بيتنسي بره، مش بكون بحاول افكر في اي حاجه تانية غير في اللي انا بعمله. في كتير طبعا ناس بيتكلموا، بس هو دايما زي ما ناس بتحبك في ناس بتكرهك، فالناس تقول لك اكيد هتتكلم عليك غصب عنك، عمرك ما هتقلب الناس كلها في اي حاجه. اعتقد مفيش حد يقدر يتكلم دلوقتي، احنا محترفين بره لوحدينا صح؟ طب قولي لي ايه موضوع ال 1500 بونت دول؟ ما شاء الله كسرتي ال 1500 نقطة في الدوري الامريكي او دوري الجامعات. انا الحمد لله يعني كل سنة بيبقى قدامي بحط لنفسي هدف بحاول اوصل له، اول سنة كنت واخدة احسن يعني في اول سنة كنت كان ترتيبي في النيشن على امريكا كلها كفريشمان كاول واحدة تلعب في سنها في اولى جامعة، كنت انا برضو ليدنج سكورر على امريكا كلها، فدي طبعا كانت سنة خطوة كبيرة. السنة التانية قدرت احقق حاجات تانية، في السنة التالتة حققت ال 1000 بوينت ودلوقتي انا واقفة عند 1500 وحاجة، قدامي مثلا 400 نقطة السنة الجاية واكثر كمان الراكت كله بتاع الجامعة بتاعتي. ما شاء الله بجد حاجة جميلة، حاجة رائعة فعلا. كابتن نادين ما شاء الله تاريخ بيتكتب وهيتكتب ولسه هنكون معاها لغاية آخر التاريخ بإذن الله، وتاريخها كبير لأن هي عندها طموح كبير. كابتن إيمان، كابتن نادين بتخلص قدامها سنة في الجامعة إن شاء الله، هترجع مصر ولا بقى نكمل احتراف أمريكا وتكمل في أوروبا وخلاص وتنسى الموضوع؟ هو قرارها، انا دايما انا عايز اعرف قرارك. لا انا معاها سبورتد في اي حاجه. انا طبعا اتمنى ان هي تبقى جنبي باستمرار، يعني ما كنت يعني كل كان يقول لي سبت، يعني حتى كابتن ايهاب قبل يعني ما سفرتيش الولد وقعدت وسفرت البنت، بس انا سبورتد ليها في اي حاجه. يعني انت موافقه ان هي تكمل احتراف وما ترجعش؟ ما عنديش مشكله خالص. لا هي مشكله، بس كابتن محمد عنده مشكله. لا انا ما عنديش مشكله خالص. قبل الهوا بصراحه بكلمك بصراحه، هو انا كده جوه الهوا لازم نتكلم بكلام قبل الهوا، قال لي لا انا عايزها، انا عايزها جنبي. ليه يا كابتن عايزها جنبك؟ لا بالبنت لازم تبطل خلاص، هي طلعت الحمد لله وعملت اللي عايزاه كله وربنا وفقها وخدت دراستها وتخصصت في الحاجه اللي هي عايزاها ووفقت في الباسكت برضه هنا في مصر مجال الباسكت، وفي لانها في الاخر بنت اولا وفي الاخر بنت يعني برضه. احمد مع الراي ده ولا ان هي تكمل؟ لا انا عن نفسي بصراحه يعني أيوة. انا يعني انا جات لي بعد كاس العالم، كنت مصنف كاس العالم فجالي جامعه وكده، بس انا فضلت ساعتها ان انا كان ساعتها كابتن اشرف توفيق كان برضه هو كان ليه فضل كبير قوي ان انا عشان وانا بلعب من وانا صغير ان انا اقعد في مصر ما اسافرش وكده. طبعا ما فيش حد ما ندمتش طبعا على القرار، انا يعني ما حدش بياخد كل حاجه، بس انت طبعا لما لعبت في النادي الاهلي من وانت صغير اتحسبت لك الحته دي واتحسبت لك اللي انت عملت اسمه لحيت ان لحيت جيل كويس زي كابتن ياسم السعيد ولعبنا برضو حتى الناس اللي موجوده يعني اكبر مني 7-8 سنين لحقناهم، كابتن مثلا لعبنا مع رامي جنيه، لعبنا في المنتخب مع وائل بدر، لعبنا مع طارق الغنام، في اسامي كبيره لعبنا عليها ضدها زي سمير جوده، لحقنا يعني جيل برضو كويس. بس انا عن نفسي يعني انا شايف بعد التجربه اللي هي بقت فيها كويسه، يعني انا دلوقتي نادين ما شاء الله يعني اي حاجه فيها التقرير اي حاجه نسائيه بتتحط على طول في افضل 10 زي رنيم زي ما شاء الله الهدايا ملاك وجيانا كل اللي هو الناس اللي هي عامله حاجات بره هي بتتحط معاهم، يعني تلاقيهم دايما في تغريده معاهم ان هي مثلا في الباسكت عندنا في الباسكت كذا كذا محترفه زي نصرة زي اخت مروه عيد عبد الملك مثلا في الهاند بول، مروه عيد النهارده محترفه كابتن فرنسا كبير، فرنسا عامله اسم طبعا كبير جدا جدا، اي حد ما بيجي يتكلم على الهاند بول النساء لازم يقول ان عندنا مروه شرفها مصر. محطوطه برضه انت في العشره اللي هم بتاع عيد يوم المراه تقريبا، هي على طول اي حاجه تخص البنات او تخص الحاجات اللي هي مثلا زي سكواش زي فريده عثمان مثلا
في السباحه هي هتلاقيها في الباسكت، يقول لك مثلا على طول نادين كذا كذا حققت كذا. دلوقتي يعني دلوقتي بقى عليها بعد اول سنه هي اكبرت الناس هناك، يعني هو في ناس كتير قوي سافرت يعني من رجالها طبعا، في مثلا بتاع 15 بنت مثلا معاها في امريكا. هي نادين فتحت للناس بعديها تجربه، بقت في ناس بتقول لها يعني انا عايزين نعمل زيك، يعني الناس اللي كانت الاول تقول لا، بعدين بعد ما نجحت بقت رمز، بقت الناس تقول اه انا نفسي، انا حتى في ناس بنات صغيرين تلاقي مثلا يقول لك انا نفسي ابقى زي احترف مثلا زيها، انا نفسي اعدي مثلا الألف بونت زيها، انا نفسي اعمل هناك كذا. في ناس بتسافر هناك وبتنجحش، وفي ناس بتنجح، وفي ناس نفسها تبقى زيها، بس انا شايف انها بعد اول سنه هي اكبرت الناس هناك، انها بعد ما خدت فريش يعني دين ترجع النادي الاهلي ولا ترجع لمصر ولا أنا عن نفسي تكمل. بصراحه انا عن نفسي انها تحترف على الاقل كذا سنه، يعني كذا تجرب سنة. تجرب كذا سنه في اوروبا. و يعني انا اظن امريكا هتبقى صعبه، لان هي امريكا دوري الجامعات هي هتخلصه بحاجه كويسه، امريكا هتبقى صعبه هي تروح تحترف في اوروبا، هي عندها فرصه. وفي مثال مثلا زي ريم موسى كانت في الدوري التشيكي، في ممكن تلعب في اوروبا في كذا حته، اظن انها يعني انا متاكد 100% انها تبقى كويسه وهتقعد كذا سنه، وكده كده هي في الاخر والاول انها هترجع مصر، هي مالهاش غير النادي الاهلي يعني. اكيد كده ظبطت لك العائله كلها اللي انت مسافره، لازم كله متسجل، سجلتولي على الهوا اهو. يعني قولي لي بقى كده، انت الهدف اللي جاي لنادين ايه، والهدف من جواكي الحقيقي؟ انا نفسي كان حلمي ان انا العب في دوري الجامعات وبعديها اجرب يعني الخبره اللي انا العب في اوروبا، دي كانت حاجه نفسي اجربها، بس اقعد قد ايه ده بقى بيبقى يعني على اوروبا حسب. فين بالظبط يا نديم؟ بصراحه مش فارقه معايا، انا فكرتي كلها في اوروبا عشان هي اوروبا قريبه من مصر، يعني انا مش يعني ممكن اسافر واجي في اجازات كتير، امريكا بعيد، امريكا بقعد ساعه يوم ونص عشان اجي، فده كتير بعيد قوي، بس مثلا لما ببقى هنا قريبه برضو لما يجوا لي اكتر اعرف انزل في اجازات، لما يبقى عندي 4-5 ايام ممكن اعرف انزل كده. وهناك الباسكت حلو، يعني الباسكت في اوروبا قد ايه بقى انت موهوبه، قد ايه انت ذكيه، قد ايه مش كل قوه بدنيه زي في امريكا وكده، فدي حاجه اصلا انا شداني، يعني انا لما لعبت كذا كاس عالم وشفتهم بحب اتفرج على اليورو ليج، نفس طبعا يبقى يعني حاجه بالنسبه لي نفسي اوصل لها طبعا، فبحب اتفرج عليهم ومبسطين الباسكت جدا، مش كله تاكتيك ولازم تعملي الخطه دي عشان تعملي كذا، لا هناك انت موهوبه، انت كويسه في ايه، منسجمه مع الامور، سبورت اكتر كتير من هنا يوقعك ولا مش بتعملي كذا. وفي الاخر وفي الاول الاهلي بيتي، يعني انا اصلا مقيده هنا كده يعني انا كل سنه برضو لسه مسجله هنا، وكل سنه بيكلموني ورجعت كلامك وتعالي. اكيد انا واحد بس نفسك ترجع النادي الاهلي، لكن انا بقول لك صراحه سكه الاحتراف ليكي مفتوحه. خلينا نرجع لذكريات النادي الاهلي شويه معاك، ايه ذكرياتك جوه النادي الاهلي؟ ليه دايما بتفتكريها اول ما ترجعي تروحي مكان معين، تروحي احمد بيضحك خلي بالك يعني عارف لا كل انا حاجة. الصراحه كل ذكرياتي وانا صغيره بالذات مع الباسكت كابتن حنفي هيكل، يعني هو اساسا اللي علمني باسكت، يعني انا بدات العب معاه باسكت من وانا صغيره، وكان ساعتها هو اصلا مربي اجيال، يعني مربي اجيال كتير طارق الغنام جداً. من اول طارق الغنام من مرن على ايديه اولاده وبنات، دي بقى التاريخ مرة عند كابتن ايمان كمان. ونرجع لك حالا كابتن ايمان، كابتن حنفي هيكل علامه بارزه ومؤثره جدا في تاريخ النادي الاهلي في كره السله وتاريخ كره السله في مصر بجد، هو استاذ سواء لينا كمدربين او كلاعيبه، انا كان ليا الشرف ان انا كمان ولادي ثلاثه اتمرنوا تحت ايديه، وانا كمان اتعلمت التدريب تحت ايديه برضو هنا في النادي الاهلي، يعني انا كنت بشتغل معاه هنا في القطاع التعليمي في النادي الاهلي، فشفت قد ايه بيحبب طريقه تحبيبه للولاد في اللعبه بالاغاني. انا عايزه اقول لحضرتك حافظينها لغايه دلوقتي، بالحاجات اللي كانت بتحببنا اللي احنا نيجي تمرين كان كل حاجه حلوه، بنيجي عشان ننبسط عشان يتبسط، وشايف انت فيكي ايه وحش ويحاول يصلحهولك، كان يعمل لنا اغاني. الاغاني قولي لي الاغاني ايه؟ الرياضه. ارجعي بقى فاكراها؟ ارجعي بقى الرياضه مش حافظه كويس قوي. لا انا فاكراهم طبعا، كنا نوقف يوقفهم انا افتكر، يعني كان يوقف البنات صحة كده الرياضه زي ما بتاكل وتمشي معدتك مش عارفه ايه. احمد فاكرها كده برضه، مرنا سنتين او ثلاث سنين. لا ازاي تلعب رياضه دي مهمه ليه؟ ايوه كان ايه بقى؟ انا فعلا عايز افتكرها معاكم.
أيوة كانت من الأغاني الجميلة وبجد يعني كان بيحبب الولاد، وكان لازم مثلا كل يوم جمعة ده الصبح الولاد بعد التمرين يفطرهم نفطر مع بعضينا بأولياء الأمور. ده زمان، ده زمان دلوقتي لا يعني دايما يوم الجمعة ده عند كابتن حنفي يعني حاجة مقدسة. كابتن حنفي ما يميزه بجد، ما كان يميزه على المدربين سبعة الصبح، كان يميزه على المدربين إن كانت عينه كويسة بيكتشف بيكتشف اللعيب كويس، يعني بيكتشف المواهب يعني كان يبص عارف ده هيبقى ايه واخره ايه واوله ايه. فربنا يديله الصحة. تقول لكابتن حنفي هيكل النهارده انت كده في قناه الاهلي، تقول ايه كابتن حنفي؟ اقول له ربنا يديك الصحه، خدمت النادي الاهلي، اتمنى لك كل خير وعلى اللي انت عملته مع اولادي واولاد النادي. اولاد النادي كلهم لا يعني اولادي واولاد النادي اللعيبه كلهم اولاد، يعني ما فيش حد اتعاملت معاه الا دعالك. كابتن حنفي هيكل واحد من التاريخ الموجودين والاسماء الكبيره والبارزه في تاريخ كره السله في النادي الاهلي، واكيد ناس كتيره اتمرنت تحت ايده، واكيد كلنا بنقول له ربنا يخليك لينا وربنا يديك الصحه. نادين كابتن حنفي علامه مؤثره، اكيد في علامات مؤثره مره ثانيه يعني، او مدربين تانيين مؤثرين في تاريخ طبعا نادين. انا عديت على مدربين كتير قوي في النادي الاهلي، وكمان ساعدني ان انا حاولت اتصعد بدري من 16 سنه عشان ابقى تحت 18 سنه، عشان في البنات لازم لما تحت 18 تلعبي درجه اولى. فانا فاكره كابتن طه الغنام وكابتن علي هاشم حاولوا يسجلت في 18 سنه وانا كنت لسه اصغر من سني ده، فلعبت 3 سنين 18 سنه وكنت بلعب ساعتها مع الدرجه الاولى. فدي كانت حاجه برده فرقت معايا، انا كنت مع ناس اكبر مني وانا لسه صغيره، يعني كل سنه كنت انا متصعده فيها. ولما وصلت لها تحت 18 سنه انا اوريدي بلعب مع ناس انا كنت ببص اللي نفسي ابقى اوصل في المكان اللي هم فيها. فدي حاجه ساعدتني جدا، ساعدتني في تفكير بره الباسكت خالص بقى، ساعدتني في تفكير الحياه ازاي بيشوفوا كل حاجه، ازاي ليهم هدف اللي هم توصل الهدف اللي انا كنت ببص لها كتير قوي. كانت عاليه دوجا عشان هي كانت سافرت برضو امريكا واحترفت، وهي اصلا كانت بتشجعني جدا وبتقول لي ازاي اوصل اللي انا فيه، وكانت بتحطني تقول لي كل يوم. كان انا كنت صغيره جدا، الناس اصلا كنت ما احلمش ان انا اكون بتمرن معاهم لان انا كنت صغيره فعلا جدا. فانا اول تمرينه مثلا اتمرن معاهم انا طبعا مرعوبه، يعني مرعوبه بمعنى كنت خايفه جدا، خايفه اغلط، خايفه يتزعق لي في كل حاجه. كنت بلعب مع ساره صلاح، ناس بجد انا كنت صغيره قوي وشايفاهم بيلعبوا كبار بروح اتفرج عليهم في ماتشاتهم. ف يعني دي من الحاجات اللي خلتني اللي هو هما ساعدوني، يعني انا كنت صغيره هما ساعدوني اندمج معاهم، بقيت عادي وخلوني واحدة منهم بسهولة جدا. يعني كان ناس فعلا أثرت في حياتي جدا بره الباسكت وجوه الباسكت. نادين أكيد عايز أخدك لحتة مهمة، يوم ركبتي طيارة من مصر وطالعة على أمريكا، عايز أفتكر اليوم ده معك. كنت مبسوطة جدا ومتحمسة جدا مع إني ما أعرفش أي حد أنا رايحة هناك بمعنى الكلمة، ما أعرفش والله العظيم زي ما بقول لحضرتك، يعني أنا كنت خالص مبسوطة ولا حد معايا جدا ولا حد معايا، يعني ولا مامتي أصلا حتى جات وصلتني ولا أي حاجة، أنا رايحة لوحدي وأول مرة كمان كنت أروح أمريكا. فأنا مسافرة لوحدي ولا أعرف أي حد، ولا رايحة بهدف إن أنت هتحققي إنجازات وارقام معينه في حياتي. لا انا رايحه بهدف، انا يعني انا تعبت عشان اوصل للي انا فيه عشان يجي لي حاجه زي دي، فانا رايحه بهدف مش رايحه اضيع وقت هناك. سبت ماما وبابا وسبت احمد اللي هو اعتقد شريك حياتك في الطريق بتاعك انت وهو، يعني قولي لي فين ايه بالظبط بتفكري فيه؟ ما كنتش انا كنت مبسوطه جدا، وكنت اللي هو مش قادره يعني مش عايزه افكر في سلبيات عشان انا كنت دايما انا بحب ابقى ايجابيه في كل حاجه، فانا مش ما كنتش عايزه افكر اللي هو انا سبت كل حاجه ورايا وليه عملت كده في نفسي، ده كان هياثر عليا في الباسكت وفي الدراسه وفي كل حاجه. انا برده هناك مش الدنيا مش باسكت بس، يعني برده الدراسه لازم اكون موفقه فيها، وكمان هناك لازم يبقى عندك تجيب درجات معينه والجريس بتاعتك تبقى معينه، الجي بي اي بتاعك بيبقى معين عشان ينفع تلعبي وينفع تتمرني، فالدنيا مختلفه تماما. فانا اصلا كنت رايحه يعني اكني صغيره جدا في عالم تاني مختلف طبعا عننا جدا وعن سلوكياتنا، فانا كنت مصدومه بس انا واخده كل حاجه بايجابيه، يعني على حسب انا هتصرف وهتعايش مع اللي قدامي عشان اوصل اللي انا عايزاه في الاخر. خلينا نقف عند النقطه دي،
كابتن نادين وهي في امريكا. اول ما نزلت من امريكا ايه اللي حصل معاها؟ خلينا نخرج الفاصل وترجعوا لنا مره ثانيه.